السلام عليكم وحياكم في حلقة جديدة من برنامج انت وش انت. الحلقة السابقة اعطانا لكم شخصية وقلنا لكم حذروا من هي، والشخصية هي سايكو مانتس من لعبة متل جير سوليد. وهنا نعرض لكم بعض الاشخاص اللي جابوا الاجابة الصحيحة. والحين خلونا نبدأ مع شخصية جديدة. ولد في امريكا في نهاية الخمسينات، والده كان يعمل في المخابرات الامريكية وعمل في روسيا، ولا احد يعرف الكثير عن طفولته الا انه دخل مدرسة عسكرية في سن مبكر بعد وفاة والده، تخصص في العلوم السياسية ليعمل في المخابرات الأمريكية، وتزوج صديقته في العمل وانجبت له ابنه، ولكن لظروف العمل تطلقوا بعد الزواج استمر لمدة 3 سنوات. الأم أخذت طفلة وعادت إلى بلادها، وقرر أنه ينشغل في العمل وسافر إلى أفغانستان، ولكن بعد فترة توفت الأم بسبب مرض. قرر أن يعود إلى ابنته ويعمل في المخابرات، ولكن في تطوير الأسلحة ليقضي وقت أطول مع ابنته. ها، عرفت الشخصية من هي؟ إذا عرفت اكتبوا في التعليقات، وأيضا لا تنسون الضغط على زر اللايك والاشتراك، ونشوفكم على الف خير ومع السلامة.